بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بحضراتكم في الحلقة رقم 28 من مادة محاسبة 2. بدأنا على مدار عدة حلقات ماضية في كيفية تحقيق الرقابة على التكاليف، وقلنا جوهر عملية الرقابة هو مقارنة الفعل، حصر التكلفة الفعلية، حصرها فقط لا يعني شيء في الرقابة، لكن أنا بحصر التكلفة الفعلية وأقارنها برقم معين، بقارن الفعل بالمعيار لما يجب أن يكون، بأصل إلى وجود انحراف، قد يكون الانحراف هذا ملائم أو جيد أو غير ملائم. إذا كان الفعل أقل من المعيار، أنا أبدع طول ما تدل على الانحراف بقول الفعل ناقص معياري، وبالتالي لو الفعل أقل من المعيار يبقى النتيجة بالسالب ده انحراف ملائم، لو النتيجة بالموجب انحراف غير إيه؟ غير ملائم. في الحلقة الماضية خدنا تمرين في تحليل انحرافات اللي هي الأجور، ووصلنا إلى انحراف إجمالي كان الاثنين غير، كان عندي عمالة ماهرة وعمالة عادية. انحراف الاثنين طلع انحراف غير ملائم، كان مقداره 28,000، وطلبت من حضراتكم إن احنا عايزين نحلله إلى تحليل ثنائي، انحراف معدل وانحراف كفاءة. تعال كده نراجع التمرين كده سريعا مع بعض. كان التمرين كان زي ما احنا شايفين دلوقتي، كان عندي نوعين من العمالة، عمالة عادية وعمالة ماهرة. كان حجم الانتاج المخطط 900 وحدة، حجم الانتاج الفعلي جه 1000 وحدة. كان المفروض العمالة العادية بتاخد عشان تنتج واحدة عايزة 6 ساعات، الماهرة بتحتاج 4 ساعات. معدل الأجر بالنسبة لي اللي العمالة العادية كان 20 ريال للساعة، والماهرة كان 40 ريال. المعدل الفعلي العمالة العادية جه 20 ريال للساعة، والماهرة 50 ريال للساعة. طيب، وطلعنا في الآخر طلعنا قلنا الانحراف الإجمالي بصفة عامة فعلي ناقص معياري، يبقى أجور مباشرة فعلية ناقص أجور مباشرة معيارية. فلازم أجيب بقى إجمالي الأجور المباشرة الفعلية العمالة الماهرة والعمالة العادية ناقص إجمالي الأجور اللي هي نقول عليها الأجور المعيارية اللي هي العمالة العادية والعمالة الماهرة. فطلع عندي إن الانحراف الإجمالي للعمالة العادية كان عبارة عن 8000 موجب. معناها ايه 8000 موجب؟ معناها ان الاجر الفعلي للعماله العاديه اكبر من الاجر المعياري مبلغ 8000، وهذا انحراف غير ملائم. كما ان انحراف الاجمالي للعماله الماهره كان عباره عن موجب 20000، معناها ايه برضه؟ ان نقول عليه الاجر الفعلي للعماله الماهره اكبر من المعياري او كان المتوقع بالنسبه لي بمقدار 20000، انحراف ايضا غير ملائم. فكان مجموع الانحرافات الغير ملائمه لو نكتب كده مع بعض 28000 ريال انحراف غير ملائم. عايزين بقى دلوقتي نقسم الانحراف ده كده، راجع معايا الحاجات اللي انت حليتها الى جزئين. انحراف قلنا عباره عن انحراف زمن او انحراف كفاءه وانحراف معدل. معدل الاول، كفاءه الاول، اللي هي الكفاءة أو اللي هي الزمن ما فيش مشكلة. ترتيب ما فيش مشكلة، المهم يكون عندي انحرافين، تحليل الثنائي، انحراف كفاءة وانحراف زمن وانحراف معدل. انحراف اللي هو الزمن الصافي أو انحراف اللي بيقول عليه انحراف الكفاءة هيساوي زمن فعلي ناقص زمن معياري في معدل معياري. زمن فعلي، اتفقنا قلنا في جميع أنواع الرقابة، بقارن الأول الفعلي ناقص المعياري. انحراف الزمن الصافي يساوي زمن فعلي ناقص زمن معياري في معدل معياري. طب هنا الزمن اللي هو انحراف الزمن الخاص بالعماله العاديه، طبق الكلام ده بقى. زمن فعلي 6400 وزمن معياري 6000، ازاي؟ ارجع تاني بقول 6400 ناقص 6000، ده الزمن الفعلي وده الزمن المعياري، مضروبة في 20 اللي هو معدل الأجر المعياري. طب ما نرجع كده لأصل التمرين. الزمن الفعلي 6400 موجود قدام، مفيش أي مشاكل. أما الزمن المعياري مش موجود. جبت منين 6000؟ بص كده حضرتك، هتلاقي حجم الإنتاج الفعلي 1000 وحدة. طب وبعدين؟ اتفقنا قلنا عشان أجي أقارن وأعمل رقابة صح، أو لأن أنتجت فعلا كام وحدة؟ 6000 ديت احنا بندور دلوقتي، بيقول 6000 ديت منين؟ انتجت فعلا 1000 وحدة. كل وحدة معياريا تحتاج قد ايه؟
أو عمالة عادية كل واحدة معيارين تحتاج 6 ساعات، يبقى الألف يحتاج قد إيه؟ 1000 × 6 = 6000 ساعة. يبقى الوقت اللي هو الإيه؟ ها؟ المعياري بالنسبة لي العمالة العادية عبارة عن الإنتاج الفعلي اللي هم عندي 1000 وحدة في متوسط الزمن اللازم لإنتاج وحدة لوحدة معياريا. عشان كده لما جه هنا يحدد انحراف الزمن الصافي بالنسبة للعمالة العادية قال 6400، ده موجود معطى فعلا ناقص 6000 اللي هو الزمن المعياري. جبنا بقى الزمن المعياري ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الانتاج الفعلي اللي هم الالف في معدل او عدد الوقت اللازم معياريا لانتاج الوحدة لوحدة اللي هو عندي 6 ساعات، 1000 × 6 = 6000، يبقى 6400 شيل منها 6000 ضرب ال20 اللي هي عبارة عن المعدل المعياري يطلع عندي موجب 8000. طب انحراف الزمن بالنسبة للعمالة الماهرة، العمالة الماهرة هيساوي فعلي 3600 ناقص معياري 4000. ما حدش يسأل بقى يقول جبناها منين؟ ها جبناها منين؟ ايوه برافو عليك. ليه عبارة عن ايه بقى؟ ال 4000 ديت منين؟ ال 1000 وحدة اللي انا انتجتهم فعلا في الزمن المعياري اللازم لانتاج الوحدة اللي هو كان عندي للعمالة الماهرة 4 ساعات. لو رجعنا للتمرين تاني اهوت هلاقي عمالة ماهرة محتاجة 4 ساعات وقت معياري لانتاج الوحدة. طب وانا انتجت 1000 وحدة يبقى 1004 × 4000. النتيجة ديت 3600 ناقص 4000 ضرب 40 هتساوي سالب 16000. الله، ده بالنسبة للكفاءة. خد بال حضرتك كده تلاحظوا حاجة اللي هو انحراف اللي هو الزمن او انحراف الكفاءة. نلاحظ حاجة، نلاحظ ايه؟ ان العمالة العادية عندها اسراف 8000، اما العمالة الماهرة عندها توفير 16000. عندها توفير 16000 معناها نتيجة مهارتهم لقينا ان الزمن الفعلي اقل من المعياري، وبالتالي وفروا 16000. اما العمالة العادية الفعل كان اكبر من معياري، مهارتهم متوسطة او ضعيفة، هلاقي هنا زيادة 8000. فنتيجة الاتنين مع بعض لما نجمعهم موجب 8000 وسالب 16000 يدينا سالب 8000 انحراف ملائم. تاني كده احنا بندور على ايه؟ في ال 28000 اللي هو عبارة عن اجمالي الانحراف. ال 28000 ده كان اجمالي الانحراف عبارة عن غير ملائم. طب ده جه منين تحليل ثنائي؟ بنعمل التحليل الثنائي عبارة عن حاجتين. هيبقى في عندي انحراف خاص بالزمن او بالكفاءة، خدوا كده ده سالب 8000 وده انحراف ملائم. طب الانحراف التاني بقى اللي هو انحراف المعدل، نحسبه. انحراف المعدل بيساوي معدل فعلي ناقص معدل معياري في زمن فعلي. طيب انحراف المعدل للعمالة العادية معدلهم الفعلي 20 ومعدلهم المعياري 20، قلنا ما فيش انحراف في المعدل عندهم، 20 ناقص 20 بتساوي صفر. اضرب بقى في اي زمن فعلي في اي حاجة والصفر في اي حاجة بتساوي صفر. انحراف المعدل للعمالة الماهرة معدلهم الفعلي خدوا 50 وكان المفروض ياخدوا 40، يبقى 50 ناقص 40 تساوي 10 بالموجب. في الزمن الفعلي بتاعهم 3600 يطلع انحراف المعدل بتاعي موجب 36000 انحراف غير ملائم. انحراف غير ملائم. يبقى معناه اجمالي الانحراف زي ما شايفين كده بقى. اجمالي الانحراف 28000. ده انحراف كان ايه؟ غير ملائم. الانحراف غير ملائم ده قسمته لحاجتين. انحراف كفاءة وانحراف زمن وانحراف معدل. انحراف الزمن او الكفاءة نتيجة كفاءة العمالة الماهرة وفروا لي 8000 فأصبحت الانحراف بتاعهم سالب 8000 ملائم. طب بالنسبة لانحراف المعدل
بالنسبة اللي هو العمالة العادية ما كانش فيه انحراف معدل، أما العمالة الماهرة ده خدوا أكتر من المعدل اللي يستحقوه، كان عليهم 40 ادانهم 50، فعشان كده ظهر عند الانحراف موجب 36 ألف الفعلي أكتر من المعيار. يبقى موجب 36 وصلت 8000 عبارة عن موجب 28 ألف اللي هو عبارة عن إجمالي لإيه؟ إجمالي الانحراف. يبقى كأن إجمالي الانحراف حللناه إلى انحرافين، انحراف زمن أو انحراف كفاءة وانحراف إيه معدل، لازم مجموعهم يساوي مجموع الانحراف الإيه؟ الإجمالي. حالة تانية ناخد تطبيقات تانية، لان الموضوع ده من الموضوعات الهامة جدا، كيفية الرقابة على عناصر التكاليف وخصوصا اللي هو العنصرين الاولين اللي احنا اشتغلنا عليهم على مدار عدة حلقات ماضية، حوالي 3 حلقات ماضية، عبارة عن المواد والاجور. نقرا كده مع بعض التمرين ده. والبيانات التالية مستخرجة من سجلات احدى الشركات الصناعية. البيانات التالية مستخرجة من دفاتر احدى الشركات او سجلات احدى الشركات الصناعية. اولا مديني بيانات عن المواد وبيانات عن الاجور، يبقى هيطلب تحليل انحرافات خاصه بالمواد وتحليل انحرافات خاصه بالاجور. واحد احتياجات الوحده المنتجه معياريا، يبقى ده المعياري. احتياجات الوحده المنتجه معياريا من المواد 4 كيلو من المواد الاوليه، ما فيش هنا بقى انواع مواد اوليه، 4 كيلو. سعر الكيلو كل ده معياري. يبقى كأن ورقة وقلم كده ونكتب الحاجات دي كأنها ايه؟ ملاحظات. يبقى هذا اول حاجة خاصة بالمواد. المواد هحتاج كل واحدة يحتاج 4 كيلو. كل ده معياري. الشغل ده كله معياري. 4 كيلو، سعر الكيلو 3 ريال. في نهاية العام المنتج استهلك مواد مباشرة، مواد فعلية 30,000 ريال. بواقع 5 كيلو لكل واحدة. ادي مبدئيا ها ادي كمية المواد، انحراف الكمية كده هيختلفها. كان المفروض استخدم لكل واحدة 4 كيلو، استخدمت فعلا 5 كيلو. طب انتجت قد ايه؟ هيقول لي دلوقتي بيانات الاجور. تتطلب كل واحدة معياري، يبقى ادي كمان عندها اهوت الاجور. الاجور بيتطلب كل واحدة معياري 3 ساعات عمل مباشر، يبقى كل واحدة عايز 3 ساعات. الاجر المعياري عبارة عن 5 ريال لكل ساعة، معناها ان كل واحدة هتاخد 3 ساعات والساعة ب 5 ريال، يعني كل واحدة المفروض تكلفني اجر 15 ريال. اذا علمت ان الاجور المباشرة الفعلية، الاجور الفعلية بلغت 44,000 ريال بمعدل اجر فعلي للساعة 4 ريال. الله، ده انحراف كمان معدل اهو. كان المفروض المعدل المعياري 3، الفعلي جه 4، يبقى هنا كمان في عندي انحراف معدل. عدد الوحدات المنتجة فعلا 3000 وحدة، يبقى في عندي انتاج فعلي 3000 وحدة. عايز بقى ايه؟ تحليل انحرافات المواد والاجور ثنائيين. جمعنا بقى الاثنين مع بعض، بدل المواد لحالها والاجور لحالها، الاثنين مع بعض مواد وايه؟ مواد واجور. تعالوا كده نبدا بالمواد. قلنا الانحراف اي انحراف فعلي ناقص معياري. يبقى بالاول كنا بنعمل ايه؟ بنجيب اول حاجه في المواد انحراف اجمالي. وحل الانحراف الاجمالي في المواد الى انحراف سعر وانحراف كميه. والاجور اجيب انحراف اجمالي واحللها الى انحراف كفاءة او انحراف زمن وانحراف معدل. نبدأ بالمواد. الانحراف الاجمالي هيساوي تكلفة مواد مباشرة فعلية ناقص تكلفة مواد مباشرة معيارية. تكلفة مواد مباشرة فعلية ناقص تكلفة مواد مباشرة معيارية. طب المواد المباشرة الفعلية هو مديها لي 30,000 ناقص المعياري. المعياري ده هجيبه ازاي؟ ها انا انتجت كم واحدة؟ 3000. انتاج فعل اهو 3000 واحدة. انا عايز بقى الفعل ده المفروض معياريا كان يكلفني كام؟ هو فعلا يكلفني 30000، معياريا كان يكلفني كام؟ ما هو مدهج بيقول لي والله المفروض كل واحدة هتحتاج 4 كيلو مادة خام، وكل كيلو مادة خام تكلفته 3 ريال. يبقى ال 3000 واحدة يحتاجوا قد ايه؟ 3000 واحدة لو ضربتها في 4 ادي 12000 كيلو.
المعياري. الكيلو معياري يسوى كام؟ يسوى 3 ريال، يبقى 12000 في 3، فيبقى المفروض كده معياريا 36000 وفعليا 30000. الله، يعني انا بقول لك ان تكلفه المواد دي المفروض الحاجه دي تكلفك 36000، انت راجل بقى كتر خيرك كلفتها لي 30000، يبقى انت وفرت لي قد ايه؟ تمام، وفرت لي 6000، يبقى عندي هنا سالب 6000 عباره عن ايه؟ انحراف ملائم. يبقى الانحراف الاجمالي للمواد عباره عن انحراف ملائم مقداره 6000 ريال. جت منين 6000 تاني؟ قلنا تكلفه فعليه، تكتب لو سمحت الحاجات ديت، مش هنفهم اللي بنكتبه. تكلفه فعليه ده انحراف المواد، فعلي ناقص معياري. الفعلي هو مديهولي شغل كله لسه على المواد، ما جتش من الاجور. الفعلي 30000. طب والمعياري احسبها. المعياري عباره عن ايه؟ اسالك سؤال، انتجت فعلا كام؟ هتقول لي انتجت فعلا 3000 واحده. طب كل واحده معياريا كانت هتحتاج كام كيلو ماده خام؟ هتحتاج 4 كيلو. والكيلو بكام؟ الكيلو ب 3. يبقى 3000 في 4 في 3 هيبقى 30000 ناقص 36000. يبقى معناه المفروض الحاجه تكلفك 36، انت كلفتك كام بس؟ 30. يبقى انت وفرت سالب اهو 6000 انحراف ملائم بالنسبه للمواد. حللها لي بقى الانحرافين، سعر وكميه، نيجي نشوفها مع بعض. انحراف الكميه هيساوي ايه؟ هيساوي كميه فعليه ناقص كميه معياريه في سعر معياري. كميه فعليه ناقص كميه معياريه في سعر معياري. الكميه الفعليه هتساوي ايه؟ الله، الكميه الفعليه قال لك انت انتجت كام واحده؟ انتجت 3000 واحده. الكميه الفعليه لها كام؟ خدت 5 كيلو لكل واحده، يبقى 3000 في 5 ب 15000 كيلو. طب السعر الفعلي للكيلو كام؟ ما هو مدي لك الكيلو ده، انا صرفت 30000 وفعلا استخدمت 15000. 30000 على 15 يساوي 2 ريال لكل كيلو. ارجع تلاقيه معياريا بيقول لك المفروض كنت تسالنا كام؟ 3 ريال. يبقى في الحاله دي كمان هنا خدنا مؤشر اهو، يبقى هيفي توفير في السعر. طيب نكمل. اذا انحراف الكميه يساوي 15000 ناقص معياريا انا انتجت 3000 فعلي، كل واحده معياري كانت هتحتاج 4، في السعر اللي هي الموجود عند المعياري 3 هلاقي 15000 ناقص 12000 هلاقي ديت بتساوي في اضربها في 3 هتساوي 9000 ريال انحراف موجب غير ملائم بالنسبه للكميه. طب السعر، سعر فعلي ناقص سعر معياري في كميه فعليه، السعر الفعلي 2 المعياري 3 يبقى النتيجه سالب 1. في كميه فعليه اتفقنا الكميه الفعليه عباره عن ايه؟ انتجت 3000 واحده، وواحده خدت 5 كيلو 3000 في 5 ب 15000. يبقى انت عطينا ايه؟ 2 ناقص 1 هتساوي 15000 سالب 15000 ان احنا انحراف ملائم. اذا صافي الانحراف الخاص بالكميه والسعر هيساوي بقى هنا عندي انحراف كميه غير ملائم 9 وملائم اللي هو 15، يبقى النتيجه النهائيه عباره عن سالب 6000 عباره عن انحراف ملائم، وده بيتساوي عن الانحراف الاجمالي اللي احنا جبناه للمواد. يبقى الانحراف الاجمالي للمواد اللي احنا جبناه اللي هو عباره عن سالب 6000 بيساوي مجموع انحراف الكميه زائد انحراف السعر بالنسبه للمواد. انحراف الكميه بالنسبه للمواد كان انحراف غير ملائم ب 9000، وانحراف السعر كان انحراف ملائم ب 15000، ملائم ب 15 وغير ملائم بايه؟ ب 9. يبقى النتيجه النهائيه عباره عن 6000 انحراف ملائم. بالنسبه للاجور، نحلل الانحراف بقى، ندخل للجزء الخاص بالاجور. الانحراف الاجمالي هيساوي تكلفه الاجور الفعليه ناقص تكلفه الاجور المعياريه. الاجور الفعليه هو مديها لي؟ مديها لي جاهزه 44000. طب الفعلي المعياري، اسف، المعياري هيساوي ايه؟ عباره عن 3000 واحده. 3000 واحده. عن كل واحده هحتاج 3 ساعات معياري. الساعة المعياري ب 5 ريال. يبقى الأجر المعياري هيساوي كام؟ 3000 واحدة. لو ضربناها في 3 ساعات هيبقى 3000 في 3 ب 9، 9000 ساعة. ال 9000 ساعة دول كل ساعة هتكلفني قد إيه؟ 5 ريال معياري، يبقى النتيجة 45000.
طيب انت دفعت فعل كم؟ 44. يبقى 44 ناقص 45 يبقى انت هنا وفرت 1000. يبقى تكليف الانحراف الاجمالي عبارة عن 1000 انحراف ملائم. انحراف جيد. انحراف ملائم عبارة عن 1000. احلل الانحراف بقى الملائم ده الى انحرافين. انحراف زمن او انحراف كفاءة وانحراف معدل. يبقى في الحالة دي التاني. انحراف الاجمالي. اجور مباشرة فعليا 44000. ناقص. اجر معياري. لازم حضرتك يا تتعود. الاجر المعياري احسبه ازاي؟ اقول والله دلوقتي. انت انتجت كم واحدة فعلا؟ 3000 واحدة. تعالى بقى على المعيارية. كان المفروض كل واحدة هتحتاج منك كام ساعة معياري؟ 3 ساعات. كل ده موجود في المعطيات. والساعة الواحدة المعياري تكلفك كام؟ تكلفني 5 ريال. 3000 في 3 في 5 يعني هتساوي 9000 في 5 ب 45000 ريال. ده في ايه؟ في المعياري. كل فعل 44 يبقى انا كده وفرت 1000. عايز احللهم بقى ال 1000 ده التوفير لو انحراف ده الملائم الى انحرافين. انحراف ها زمن او كفاءة وانحراف معدل. طب انحراف الزمن هيساوي ايه؟ هيساوي ساعات فعلية ناقص ساعات معيارية في معدل الاجر المعياري. ساعات فعلية ناقص ساعات معيارية في معدل الاجر المعياري. على طول اقول انحراف كفاءة وانحراف زمن يبقى الساعات الفعلية ناقص الساعات المعيارية في معدل الاجر المعياري. الساعات الفعلية نجيبها ازاي؟ هيساوي تكلفة الاجور المباشرة الفعلية على معدل الاجر الفعلي للساعة. معدل الاجر الفعلي للساعة تلاقيها كان يديها لي كده عبارة عن 4 ريال. يبقى الساعات الفعلية الاجر الفعلي كان 44000. يبقى لما احب اجيب بقى هنا الساعات الفعلية، الساعات الفعلية هتساوي ايه؟ ها؟ ال 44000 على 4 هتساوي 11000 ساعة. الساعات الفعلية تساوي 44000 اللي هي الأجر الفعلي على المعدل بتاع الأجر الفعلي اللي هو موجود عندي 4. يبقى أنا واخد كام ساعة فعلي؟ 11000 ساعة. يبقى اللي انحراف الزمن يساوي بقى ساعات فعلية مطروح منها ساعات معيارية. ساعات فعلية 11000. ساعات معيارية الله ده أنا عندي 3000 واحدة. كان كل واحدة المفروض أخدت مش في 4 ساعات في 3 ساعات بس. يعني كان المفروض أخد 9000 ساعة. 11000 ناقص 9000 ضرب 5 هلاقي ديت عندي كام؟ 2000 في 5 بتساوي 10000 انحراف غير ملائم. انحراف غير ملائم. طب انحراف المعدل يبقى في عندي هنا 10000 انحراف غير ملائم. انحراف معدل عبارة عن معدل أجر فعلي ناقص معدل اجر معياري في ساعات فعلية. الاجر الفعلي 4 المعياري 5 في معدل في ساعات الفعلية اللي موجودة عندي عبارة عن 11000 هلاقي سيدي يساوي سالب 11000. سالب 11000 انحراف ملائم و10000 انحراف غير ملائم اجمعهم على بعض هيساوي انحراف الاجمالي عبارة عن 11000 بالسالب و10000 بالموجب هيساوي هنا سالب 1000 ريال عبارة عن انحراف ايه ملائم ده لان انحراف الايه الاجمالي اللي احنا كنا حسبناه قبل كده. يبقى خدنا دلوقتي كده ازاي احسب الانحراف الاجمالي للمواد والانحراف الاجمالي للاجور. انحراف الاجمالي للمواد بقسمه الى انحرافين انحراف كمية وانحراف سعر. اجمع انحراف الكمية زائد انحراف السعر يديني انحراف الاجمالي. انحراف الاجمالي للاجور اجيب انحراف الاجمالي للاجور فعلي ناقص معياري واقسمه لحاجتين انحراف زمن او انحراف كفاءة وانحراف معدل. مجموعهم هو ده الانحراف الايه؟ هو ده الانحراف الاجمالي. يبقى احنا كده على مدار 3 حلقات خدنا تحليل الانحرافات خاصة فقط بايه؟ بالاجور ها؟ والمواد. كفاية عليكم على كده النهارده. هيكون فاضل لنا كيفية تحقيق الرقابة على التكاليف الاضافية. ان شاء الله هناخدها في الحلقات القادمة. أشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.